السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينطلق الشوط الأول والرئيسي لأشواط الصعوب من هذه المسافة. نتابع وإياكم هذا الانطلاق وفي تعداد الأشواط الشوط 17، ونتابع وإياكم المركز الأول مع مرعوشة. مرعوشة على المركز الأول لمانع بن سعيد بن خالد الشهواني على المركز الأول، بينما نقل على المركز الثاني. المركز الثاني هناك الجزيرة علي بن عريج اللي على المركز الرابع الآن، غيرت أيضا. وهناك اللي على المركز الثاني اللي هي جمايل لفهيد بن مسعود بن سلعان او فهيد بن سعود بن سلعان المري، ولكن نرى هنا ايضا الدخول من طماعه لمحمد بن حمد القريصي المري على المركز الثاني. والمركز الرابع نرى هناك ايضا الساعيه طالب بن بخيت بن مقبل، ولكن نعود مع الشهواني، هناك مع الشوط الرئيسي والكاس بالانتظار، كاس الصعوب. المركز الاول مرعوشه، مانع بن سعيد بن خالد الشهواني. المركز الثاني طماعه لمحمد بن حمد القريصي على المركز الثاني. المركز الثالث هناك ايضا اللي على المركز الثالث بن سلعان، ولكن نعود. يا سلام، الله يا مرعوشه، والخطوره باينه، الخطوره مع طماعه، على المركز الثاني، ولكن مرعوشه، وطماعه، ومرعوشه، الله، سلام يا مرعوشه، سلام يا مرعوشه ولمالك مرعوشه. هنا ايضا تحقق ناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك مرعوشه. مانع بن سعيد بن خالد الشهواني المركز الثاني، اللي وصلت طماعه محمد بن حمد القريصي المركز الثالث، غصب لمحمد بن مبارك بن سفران المري. والتوقيت الزمني دقيقه و40 ثانيه 80 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس لمالك ايضا مرعوشة لمانع بن سعيد بن خالد الشهواني، من انتزعت الكاس والشوط الرئيسي للصعوب، والتهنئة موصولة على هذا الفوز.